بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. قال الشارح رحمه الله: قوله اجتنبوا أي ابعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا واتركوا. أبعدوا أبلغ من قوله دعوا واتركوا، لأن النهي عن القربان، لأن النهي عن القربان أبلغ، كقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا الفواحش أي ابتعدوا عن الوسائل التي تؤدي إلى الفاحشة. فعلى المسلم أن يحذر الزنا ووسائله. قوله الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. الموبقات أي المهلكات. وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، والطبري في التفسير رحمه الله، وعبد الرزاق رحمه الله مرفوعاً وموقوفاً، مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفاً على الصحابي رضي الله عنه. قال: الكبائر تسع. الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة في هذا الحديث، وزاد: والإلحاد في الحرم. ارتكاب المعصية في الحرم من المهلكات. المعاصي محرمة في كل مكان، وفي الحرم يكون أغلظ وأقبح. وعقوق الوالدين، ومن المهلكات عقوق الوالدين، الإساءة إلى الوالدين. ولابن أبي حاتم رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: الكبائر، فذكر السبع إلا مال اليتيم، وزاد: العقوق والتعرب بعد الهجرة. يعني إذا هاجر من بلد الكفر ثم رجع فهذا من المهلكات، ولا ترجع إلى بلد الكفر بعد أن هاجرت. وفراق الجماعة أي معصية إمام المسلمين، ونكث الصفقة أي نقض البيعة. فكل هذا من الموبقات المهلكات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويحتاج عندي هذا إلى الجواب، ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع. ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولاً بالمذكورات ثم أعلم بما زاد. أعلم أولاً بالسبع ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار
وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: الكبائر سبع، قال: هن أكثر من سبع وسبع. وفي رواية: هن هي إلى سبعين أقرب، وفي رواية: إلى السبعمائة. فالكبائر كثيرة، فعلينا أن نتقي الله ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. قال المعلق: قد ألف الحافظ عبد الرحمن بن رجب رحمه الله كتاباً في عد الكبائر طبع، ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب مسائل الجاهلية هو كذلك في عد الكبائر. قوله: قال: الشرك بالله. الموبقات الشرك بالله هو أن يجعل لله ندًا، أي شريكًا يدعوه ويرجوه ويخافه كما يخاف الله. كل هذا شرك أكبر مهلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالًا بعيدًا. فعلينا أن نحذر الشرك. لا نعبد إلا الله، لا ندعو إلا الله، لا نخاف إلا الله، لا نرجو إلا الله، لا نعلق قلوبنا إلا بالله وحده لا شريك له. فجميع من في السماوات ومن في الأرض عبيد لله، لا يملكون شيئاً. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً، لقد أحصاهم وعدهم عدًّا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا. هو أن يجعل لله ندًّا، أي شريكًا يدعوه ويرجوه ويخافه كما يخاف الله. بدأ بالشرك لأنه أعظم ذنبٍ عُصي الله به. أعظم الذنوب الشرك، كما في الصحيحين رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، أن تجعل لله شريكًا وهو خلقك جل جلاله. وأخرج الترمذي رحمه الله بسنده عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. اليهود معاندون، يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كذبوا وعاندوا والعياذ بالله. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، أي في القتال في الجهاد. وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت، لا تصيدوا السمك يوم السبت. فقبلا يديه، اليهوديين قبلا يديه ورجليه، وقال: نشهد أنك نبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حسن صحيح. قال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح.
قوله هو السهر تقدم معناه، والسحر كفر وهو من عمل الشيطان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر كفر ومن عمل الشيطان والعياذ بالله. وقتل النفس التي حرم الله، لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي حرم قتلها وهي نفس المسلم المعصوم. قوله إلا بالحق أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان. إذا تزوج ودخل بزوجته ثم زنى وثبت ذلك بأربع شهود أو بإقرار يرجم. وكذا قتل المعاهد، إذا عاهد أحد الإمام فمن نقض عهد الإمام وقتل ذلك المعاهد لم يرح رائحة الجنة، كما في الحديث من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. واختلف العلماء رحمهم الله في من قتل مؤمناً متعمداً، اختلف العلماء رحمهم الله في من قتل مؤمناً متعمداً وهل له توبة أم لا. فذهب ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالاً بقوله تعالى ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر رحمهم الله عن معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً. أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال المعلق صحيح، أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق خالد بن دهقان. وذهب جمهور الأمة سلفاً وخلفاً رحمهم الله إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحاً بدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال أبو هريرة
رضي الله عنه وغيره، هذا جزاؤه إن جازاه. الذي قتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها إذا جازاه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يوافق قول الجمهور، يعني أنه إذا تاب قد يتوب الله عليه. فروى عبد بن حميد والنحاس رحمهم الله عن سعيد بن عبادة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: لمن قتل مؤمناً توبة. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وروي مرفوعاً أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاءه جهنم إن جازاه، يعني وإن تاب وأناب قد لا يعذب. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يوافق قول الجمهور، فروى عبد بن حميد والنحاس رحمهم الله عن سعيد بن عبادة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: لمن قتل مؤمنا توبة. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وروي مرفوعا أن جزاءه جهنم إن جازاه، يعني إلا أن يكون قد تاب وأناب إلى الله. وأكل الربا أي من الموبقات ومن المهلكات، أكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي كالمجنون والعياذ بالله. فالربا من المهلكات، فعلينا أن نحذر الربا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. أكل الربا تكون خاتمته سيئة والعياذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وحسن خواتيمنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأكل مال اليتيم من المهلكات، أكل مال اليتيم الذي مات أبوه، يعني التعدي عليه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمال اليتيم يجب اجتنابه، لا تأكله بالباطل. والتولي يوم الزحف أي من المهلكات، الفرار من صف الجهاد في سبيل الله، أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال. وإنما يكون كبيرا إذا فر إلى غير فئة، أي إلى غير جماعة المسلمين، ثم يعود أو غير متحرف للقتال، يعني يظهر الفرار حتى يقرب الكفار ويرجع عليهم، كما قيد به في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، نسأل الله العافية. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو فتح الصاد، المحفوظات من الزنا، المحصنات المحفوظات من الزنا، وبكسرها المحصنات الحافظات فروجهن منه، والمراد بالحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط. والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات أي بالله تعالى احترازاً من قذف الكافرات. اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه كبائر مهلكة، فعلى المسلم أن يتقي الله ويحذر الشرك ويحذر الكبائر ويحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. وعن جندب مرفوعا رضي الله عنه: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف، يعني من قول جندب رضي الله عنه. قال المعلق رحمه الله: وقد أخرجه الحاكم رحمه الله من طريق أشعث ابن عبد الملك عن الحسن أن أميراً من أمراء الكوفة دعا ساحراً يلعب بين يدي الناس، فبلغ جندب رضي الله عنه فأقبل بسيفه واشتمل عليه، فلما رآه ضربه بالسيف، ضربه بسيفه أي ضرب الساحر، فتفرق الناس عنه. فقال: أيها الناس، لن تراعوا أي لن تخافوا، إنما أردت الساحر. فأخذه الأمير فحبسه، فبلغ ذلك سلمان رضي الله عنه فقال: بئس ما صنعا، لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه، لا ينبغي له ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف. قال الألباني رحمه الله: وهذا إسناد موقوف صحيح إلى الحسن وقد توبع. فقال هشيم: أنبأنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. قوله عن جندب رضي الله عنه ظاهر صنيع الطبراني في الكبير رحمه الله أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي رضي الله عنه من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان رحمهم الله من وجهين عن الحسن عن جندب الخير رضي الله عنه أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حد الساحر ضربه بالسيف، فذكره. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد، كما قال ابن حبان رحمه الله. أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي رضي الله عنه، روى ابن السكن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الساحر ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. قوله حد الساحر ضربه بالسيف وروي بالهاء ضربه بالسيف، وروي بالتاء ضربة بالسيف، وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله
فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة أم المؤمنين وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولم ير الشافعي رحمه الله القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر من الذبح للكواكب وعبادة الكواكب والذبح لغير الله، فإذا وصل إلى حد الكفر يقتل. وبه قال ابن المنذر رحمه الله، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، والأول أولى للحديث ولأثر عمر رضي الله عنه، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. قال: وفي صحيح البخاري رحمه الله عن بجالة ابن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر رواه البخاري رحمه الله كما قال المصنف رحمه الله، لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين، التميمي العنبري بصري ثقة رحمه الله. قوله: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد رحمه الله. وبه قال مالك رحمه الله: لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد رحمه الله يستتاب، فإن تاب قبلت توبته. وبه قال الشافعي رحمه الله: لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، وكذلك صح إيمانه، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبته. كانوا في أول النهار سحرة، وفي آخر النهار في سبيل أسلموا وصدقوا موسى وهارون عليهم السلام. قوله: وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ رحمه الله. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس ابن حذافة، وماتت 45 هجرية رضي الله عنها. قوله: وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه، أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري رحمه الله في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله رضي الله عنه. ورواه البيهقي رحمه الله في الدلائل مطولا، وفيه: فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها، ولها طرق كثيرة. قوله: قال أحمد رحمه الله عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد هو الإمام ابن محمد ابن حنبل رحمه الله، الإمام الجليل ناصر السنة وقامع البدعة، الصابر المحتسب في الله ولله على ما لقي في نصر دين الله، العلم الحافظ الحجة رحمه الله. ولد 164 هجرية، ومات 241 هجرية رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن حنبل رحمه الله. قوله عن 3، أي صح قتل الساحر عن 3، أو جاء قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر
وحفصة وجندب أم المؤمنين وجندب رضي الله عنهم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 140، وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا، وقوله: ويبقى وجه ربك جل وعلا، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فنؤمن أن لله وجهًا عظيمًا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرةً، وكلها تنفي تأويل المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. يؤولون، يقولون الوجه الجهة، وبعضهم يقول الوجه الثواب، وبعضهم يقول الوجه الذات. هذا كله تأويل. فنؤمن أن لله وجهًا عظيمًا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبًا من أعضاء كما يقوله المجسمة أي المشبهة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجهًا أي من وجوه المخلوقين، ولا يشبهه وجه من وجوه المخلوقين. له وجه عظيم يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. واستدل المعطلة الجهمية والمعتزلة وغيرهم بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات. قالوا: المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. وهذا تأويل، والوجه لله وجه يليق بجلاله. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتًا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم أي مجاز المعطلة بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات. الله عز وجل قال: ويبقى وجه ربك، أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلاً من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي رحمه الله نقلاً عن الخطابي رحمه الله أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت أي الوصف إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. فنؤمن أن لله وجهًا عظيمًا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي جلال وجهه ونور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالتأويلات باطلة، لا يجوز التأويل، بل نؤمن أن لله وجهاً عظيماً يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية حقيقية له سبحانه على ما يليق به. فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود، عن امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام الذي خلقه بيديه. فالله تعالى قال: لما خلقت بيدي. فنثبت أن لله يدان عظيمتان تليقان بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله. ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعاً حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها عليه السلام. المعطلة يقولون اليد القدرة، يؤولون اليد بالقدرة، وهذا تأويل باطل. فنؤمن أن لله يدان عظيمتان تليقان بجلاله وكماله وعظمته جل جلاله. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفي بعض النسخ عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم عليه السلام بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده جل جلاله. قال المعلق: رواه الدارقطني رحمه الله في الصفات، والبيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات، وابن أبي الدنيا رحمه الله في صفة الجنة، وأبو الشيخ رحمه الله في العظمة، من حديث الحارث ابن نوفل مرسلا رحمه الله، وثبت موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. جود إسناده الذهبي رحمه الله في العلو، وقال الألباني رحمه الله في مختصر العلو: سنده صحيح على شرط مسلم. فالله عز وجل شرف هذه الأشياء، خلق آدم بيده، الحمد لله، الله خلق أبانا آدم عليه السلام بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وفي الرواية الأخرى: خلق العرش والقلم وآدم وجنة عدن بيده. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. وأيضاً فلفظ اليدين بالتثنية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية، لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، كما عطل المعطل قالوا اليد القدرة
أو قال لذ النعمة، هذه تأويلات، فإنه لا يسوغ أي لا يجوز أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد، لأن هذه المخلوقات ليس لها يد. فنؤمن بأن لله يدان عظيمتان تليقان بجلاله وعظمته جل جلاله. وأما احتجاج المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد. تقول رأيت بعيني وأنت رأيت بعينيك، وسمعت بأذني وأنت سمعت بأذنيك، فما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، والمراد عيناي وأذناي. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا، الجمع قد يرد بمعنى المثنى، كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. تتوبا تثنية، قلوب جمع، والمراد قلباكما. وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية؟ قال المعلق: أقول إثبات الكف والأصابع واليمين والقبض والبسط كل ذلك وارد، وأما الشمال فقد قال الحافظ البيهقي رحمه الله: وقد ورد ذكر الشمال لله تعالى من طريقين، في أحدهما جعفر بن الزبير، وفي الآخر يزيد الرقاشي، وهما متروكان. قال: وكيف يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه أنه سمى كلتا يديه يمينا؟ وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب من ذكر الشمال في مقابلة اليمين. وقال الخطابي رحمه الله: ليس فيما يضاف إلى الله من صفة اليدين شمال. وقال محمد بن خزيمة رحمه الله في كتابه السنة: مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبع السنن، إلى أن قال: وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما. انتهى ملخصا من شرح السفاريني رحمه الله. قلت: وقد ورد ذكر الشمال في صحيح مسلم رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وفي إسناده عمر ابن حمزة. قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال النسائي: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات. قاله ابن عثيمين رحمه الله. قلت: انظر المسألة بشيء من التفصيل في كتاب صفات الله الواردة في الكتاب والسنة. وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم عز وجل ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، يسبون الله تعالى الله. ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث: إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أي دائمة النفقة على الخلق، لا تغيضها نفقة أي لا تنقصها نفقة سبحانه وتعالى. ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهت وجوه المتأولين، أي اسودت
وجوه المتأولين. وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله تعالى: وحملته على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل، على ما يليق به سبحانه. هذه في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عيناً يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، يعني ليس كعين المخلوق بل على ما يليق به. قال المعلق: اعلم أن المؤلف رحمه الله نفى أن يكون مقتضى إثباتها جارحة مقيدة بكونها مركبة، أي فالنفي متسلط على جارحة مركبة من شحم وعصب يعني المخلوق، أما الجارحة المطلقة فهذه لا ينبغي إثباتها لله ولا نفيها. كلمة جارحة ما ورد، إذ قد يراد بالجارحة ما يترتب عليها مقتضاها وأثرها المختص بها مثل إدراك المرء بالعين وحصول القبض والبسط باليد ونحو ذلك، فيتوصل بنفي الجارحة إلى نفي حقيقة الصفة. والحاصل أن إطلاق القول في الجارحة نفياً وإثباتاً لا يصح، بل الواجب التفصيل، فإن أريد بالجارحة ما تركب من أجزاء وافتقر بعضها إلى بعض، يعني كالمخلوق في التركيب، فهذا مستحيل يجب نفيه في حق الله تعالى، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن أريد بالجارحة حقيقة الصفة كالعين المدركة للمرئيات واليد القابضة المبسوطة ونحو ذلك، فهذا حق يجب إثباته في حق الله تعالى. قاله ابن عثيمين رحمة الله عليه: وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل. المعطلة يؤولون العين بالرؤية أو يؤولون العين بالحفظ والرعاية، هذا تأويل، بل نؤمن أن لله عين تليق بجلاله وعظمته. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فهل يريد هؤلاء المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عيناً وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته؟ كل ذلك تأويل باطل. ونؤمن أن الله له عين يرى كل شيء جل جلاله. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه، الله يرى ذلك. وفي كلاءته وحفظه
سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب والدسر، أي مسامير جمع دسار، تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته جل وعلا، تجري بأعيننا، سبحان الله. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه عليه السلام، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. فنؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق به، بلا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، بل نقول على ما يليق بجلال ربنا وعظمته سبحانه وتعالى. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سبحان الله. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يجب علينا أن نتقي الله، فالله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويسمع ويعلم ما في صدورنا. اللهم اهدنا واغفر لنا، فلا نتكلم إلا بخير ولا نقول إلا خيرا. هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. فالله يسمع كل شيء جل وعلا، فعلينا أن نتقي الله ولا نقول إلا خيرا. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة لها، والرؤية لازمة له. وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارحموا أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالله تعالى يرانا ويسمع كلامنا ويعلم ما في نفوسنا، فعلينا أن نتقي الله. وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، حين ظاهر منها زوجها، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، وهذا كانوا يعتبرونه طلاق،
ولكن الله أبطل ذلك وأوجب فيه الكفارة، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه، يعني كما كانوا يعتبرون ذلك طلاق. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أن يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. لقد جاءت المجادلة، خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات. سبحان الله العظيم. فعلينا أن نتقي الله، لا نقول إلا خيرا ولا نفعل إلا ما أذن لنا. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاس اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه دعا فنحاس اليهودي إلى الإسلام، قال ذلك اليهودي: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة، ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. قاتل الله الكفار. الله تبارك وتعالى رغب المؤمنين في الصدقة وسماه قرضا ترغيبا في الصدق، فهذا اليهودي الخبيث يقول أنه فقير يطلب منا القرض. قاتله الله، قاتل الله الكفر. قال الله تعالى: سنكتب ما قالوا. الله تعالى سينتقم منه. وأما الآية الثالثة أم بمعنى بل، والهمزة للاستفهام، فهي أم المنقطعة والاستفهام إنكاري، يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالله يسمع كل شيء ويرى كل شيء جل وعلا. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. فالله يرانا ويسمعنا ويعلم ما في صدورنا، فعلينا أن نتقي الله ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واغفر لنا يا رب العالمين. وقوله عز وجل: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله:
وهو شديد المحال. تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق لها من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد. لا يجوز أن نقول الله ماكر الله كائد، هذا لا يجوز، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. لا نسميه ماكر وكائد، ولكن نقول كما أخبرنا الله: والله خير الماكرين. أما قوله سبحانه وهو شديد المحال، فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، وهو شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، وقوله: إن أخذه أليم شديد. اللهم أعذنا من عذابك يا رب العالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه شديد الحول. وقال مجاهد رحمه الله: شديد القوة والأقوال متقاربة. وأما قوله والله خير الماكرين، فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف رحمهم الله مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. قال المعلق رواه أحمد في المسند رحمه الله، والطبراني في تفسيره، والطبري في تفسيره رحمه الله، والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان رحمهم الله، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج، أي ليزداد جرما ليشتد عذابه والعياذ بالله. والحديث حسن إسناده العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء، وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فعلينا أن نتقي الله ونعمل بما أمرنا الله ونشكر الله ولا نعصيه. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتاً فيه كوة، يعني النافذة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من الكوة، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه، دخل يهودي ليدل اليهود على عيسى عليه السلام فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى عليه السلام على ذلك الخائن الذي جاء يدلهم. الله جعل صورة عيسى عليه عقوبة له، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى. فذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نجى الله عيسى عليه السلام ورفعه إلى السماء، وعيسى عليه السلام حي في السماء ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: ومكروا مكرا، فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام. الله أكبر، الله أكبر.